قانون العفو العام لعام 2016 تم تزويره. تم تزويره؟ تم. أنا هسه على الإعلام ودي أقولها ومتكنت نائب نزلت بها بيانات وطالب التحقيق. تم تزويره وبقى التزوير ما معدل وقالوا غلط هذا والله. شلون زوروا؟ إحنا أخطأنا وجدوا لهم فد لعبة معينة ما تخطرها بالدقة لكنه تم تزويره وبقى التزوير ما تصحح إلا بعد تسعة أشهر. نتيجة هذا التزوير إيش صار؟ طلعت ناس. طلعت ناس من السجون. انت ليش تستغرب يعني الفاسدين يا عزيزي بزمن لو غيرهم الارهابيين بزمن برهم الصالح بالعفو الخاص احد تجار المخدرات بصفقه سياسيه طلعوه بعفو خاص وهو تاجر مخدرات والنص الدستوري يمنع اخراج مروجين المخدرات بالعفو الخاص نص دستوري طلعوه هذا من السجن للمطار تفهمني لو لا خلال 10 ساعات طلع بالاوروبا بالزايد 10 ساعات ورا 10 ساعات من انتشرت السالفة بالإعلام قالوا يا بي هذا شلون طلعوا قال ها والله يمكن أخطأنا وخلي نشكل لجنة نحقق هو وين راح راح بعد بلندن ولليوم ما رجع واضحة الفكرة عندك ولا لا تمام الجماعة ليش خلنا نكمل اللي هو حصل اللي حصل اللي حصل أنا أتمنى من البرلمان العراقي أنا عندي القوائم ما رح لأن أنا أشتغل يعني على اللي ما تسوي المؤسسات أسوي الروح أقلها أبرئ ذمتي وأكون على بينة من أمري تمام اطلعوا على قوائم العفو العام مال 2016 حيتان الفساد طلعت بقانون العفو العام حيتان الفساد إرهابيين طلعوا بقانون العفو العام 2016 إعادة محاكمة للكل صارت تفهمني لحد 2018 جاي اقول لك ورا داعش شو هسه شي يريدون به بالعفو العام ما ادري يعني يكون تسال المعنيين